السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركي الأعزاء ومشتركاتي العزيزات، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد، واللي ما اشتركوش يشتركوا يفعلوا الجرس ويعملوا اللايكات وخليوا الكومنتات. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue tous les nouveaux venus. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, cliquez la cloche, faites les pouces bleus. Merci. Aujourd'hui, on va faire une tarte bavaroise aux pommes. Elle est très fondante, très bonne. Je ne vous en dis pas. Je la fais depuis des années. Tout le monde adore. C'est un vrai délice. اليوم راح نديرو طارطة بافارواز بالتفاح، يعني هي تجي هايلة هايلة جدا، والله جربوها وتردوا لي بالخبر. التفاح انا نخير هذاك اللي فيه الحماضة او نضيف الليمون باش يعطي هذيك الحماضة، والكريمة تجي هايلة. يعني هذه وصفة قديمة كانت عندي من زمان، وكنت حابة نجربها ولأنها فيها الجيلاتين، وهذاك الوقت احنا ما عندناش الجيلاتين. وبعدين انا درتها وقت بالجيلاتين، وبعدين نحيت الجيلاتين خلاص، لأني كنت نديرها كريمة من كريم بافارواز، ندير كريم انجلاز وبعدين لما تبرد ندير فيها الجيلاتين، بعدين ندخل لها الابيض بيض البيض نطلع كالثلج، والجيلاتين هي اللي تحكمها. بعدين نحيت بيض البيض خلاص ورديت في مكانه لاشانتي. وكما تعرفوني انا نحب تكون عندي وصفتي خاصة، يعني هذه حسنتها وتجي هايلة وتدار في مناسبات او في الايام العادية، يعني تجربوها راح اكيد تحبوها. هنا عندي كميه من التفاح، يعني على حسب ما راح نديروا لي طارت. وانا درت عجينه المكسره، نفضل العجينه المكسره لانها تجي تذوب في الفم احسن، ولانها مش حلوه، احسن من العجينه المسكره والعجينه المرمله. هنا كمية التفاح اللي نديرها، نقشرها وننقيه ونقطعو مربعات صغيرة ونحطو في كسرونة، نضيف له كمية قليلة من السكر، ونضيف ملعقة كبيرة من القرفة، ونضيف عصير الليمون. من الليمون باش يعطي هذيك الحماضة تاعو، كما تعرفوني انا نحب بزاف الليمون، يعني الليمون هو اللي يعطي الذوق المليح في الحلويات كثيرة. فوالا جي بيش مي بوم، جو لي ديكوب، جونلاف لو كور، جو لي كوب اون بتي دي. Puis je les mets dans une casserole avec 2 à 3 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de cannelle. Là, j'ai fait presque 2 kg de pommes, puisque j'ai fait une grande quantité de tartelettes. Vous pouvez faire la moitié pour seulement une tarte. يعني tant que qu'il y a beaucoup de pommes ce sera meilleur. هنا كمية هذيك التفاح كما قلت لكم، ندير قرفة، ندير زوج ملاعق او ثلاثة سكر لا اكثر، ونضيف عصير الليمون. هنا انا راني درت كمية كبيرة تاع التفاح، يعني وهو التفاح دركي طيب ينقص، وهي مليح يكون فيها كمية مليحة في التفاح فوق الطاسة. جي اوبليي دو دير كو جو مي جو راجوت اون كويير سوب دو بو. لا هنا نضيف ملعقة كبيرة زبدة ونحطها فوق النار ونخليها تذبل جيدا. لا جو لامي سور لو فو
pour les faire cuire à petit feu. Voilà mes tartelettes avec la pâte brisée, bien cuite, bien dorée, fondante. Je vous laisse le lien de ma pâte brisée. Essayez-la. Là, j'ai fait bien dorer les tartelettes. La pâte doit être bien dorée. هنا الطرطات لازم يكونوا محمرين جيدا، ما تخليهمش بول. هاو التفاح تاعي لما نضج هاو عنده ذوق هايل مع ذوق القرفة، والله روعة، جربوها وما تندموش. هنا راح ندير الكريمة، ونحط لكم المقادير في صندوق الوصف. عندي بيض، سكر، نشا، فانيلا، حليب، وشانتيي طبعا بودرة، وتقدروا ديروا شانتيي سائلة، كريمة سائلة طلعوها شانتيي. هنا نفصل البياض عن الصفار، و là je vais préparer ma crème bavaroise. J'ai changé dans la crème. Avant, je mettais la crème anglaise avec de la gélatine. Et après, je fais monter les blancs en neige. Je les incorpore. Puis, j'ai complètement retiré les blancs en neige. Je les ai remplacés avec la crème chantilly. Et j'ai retiré la gélatine, bien sûr. Parce que la plupart... évite d'utiliser la gélatine et c'est meilleur pour la santé. Là, j'ai séparé les jaunes des bleus des blancs. J'ai rajouté au jaune le sucre, la vanille et la maïzena. J'ai fait comme une crème pâtissière pour pouvoir lui rajouter la chantilly et qu'elle prenne forme quand elle refroidit. هنا نخلطوا صفار البيض مع السكر مع الفانيلا مع النشا، وكنا حطيت الحليب فوق النار يسخن، نضيف كمية الحليب ثم نرجعها فوق النار ونطهوها حتى تتقال. Là, j'ai fait chauffer le lait, puis je le rajoute petit à petit sur le jaune d'œuf. Puis je remets sur le feu pour faire épaissir. Puis je mets dans une grande assiette et je filme. Et je la laisse refroidir complètement pour rajouter la chantilly. Les ingrédients, je vous les mettrai dans la boîte à ingrédients. Voilà ma crème épaissie. هنا هاي الكريمة لما قالت حطيتها في صحن كبير وغطيتها باش ما تديرش القشرة، ونخليها تبرد تماما باش نطلع الشونتي بودرة وندخلها لها. هنا نعمر طرطاتي بهذيك التفاح اللي طيبته، وهنا انا درت كمية كبيرة، لكن انا نعطيكم نصف الكمية، وبعدين اللي يحب يضاعف الكمية. انا نحب ندير دايما كمية كبيرة لاني عندي ولادي وحفادي وكل يحبوها يعني، وهي خفيفة بزاف، تاكلوها تحسوا كأنكم تاكلوا في سحاب، مش يعني تالما بنينة بزاف، والله هو ننصحكم تجربوها، وتقدروا ديروها طرطة صغيرين لمناسبات. انا هاني درت الطرطات هذو، ودرت طرطات اقل منهم، بقات لي عجينة، درت لكم هنايا طرطات صغيرين في اعياد ميلاد او في خطوبة او اي مناسبات هكا يكون عندكم عدد كبير من الضيوف.
هنا نعمرهم بقى التفاح، وبعدين نحط فوقهم الكريمة ونحطهم في الثلاجة لمدة 4 أو 5 ساعات حتى تحكم روحها الكريمة جيدا. هنا طرطاتي معمرين، لا جو غومبلي مي طارت افيك لي بوم pour pouvoir mettre la crème. Voilà ma crème refroidie. Je rajoute la quantité de chantilly. Comme je vous ai dit, j'ai fait une grande quantité. Je vous mets la moitié des ingrédients. Et après, vous pouvez doubler la quantité comme vous voulez. هنا هاني بعد ما بردت هذيك الكريمه تماما ضفت لها الكريمه شانتيلي، وكما قلت لكم انا كنت ندير فيها الجيلاتين ثم وكنت نديرها مع ابيض البيض الثاني، ما كنتش ندير شانتيلي خلاص. هي كريم باباواز لما تبرد، كريم انجلاز نضيف لما نطيبها نضيف الجيلاتين نخليها تبرد ثم نضيف الابيض البيض نطلع كالثلج وبعدين نحطها تبرد. انا حبيت نحي البيض بياض البيض ونزيد نحي الجيلاتين، جربتها هكا وجاتني مليحة واحسن من صحيا نحي الجيلاتين. نقدروا نستعملوها بعض الأحيان، لكن أنا هاد التورتة نديرها يعني في معظم الأحيان لأنهم يحبوها وتجي خفيفة. هنا نديرها في كيس حلواني ونزين التورتة تاعي كيما نحب، يعني كل واحد هو على حساب ما يحب يزينها. ونحطها في الثلاجة ونزيد نصب دريها بالقرفة، يعني اللذة تاعها في القرفة مع ذاك التفاح اللي فيه القرفة والليمون. والله يعني ما نحكي لكمش البنان تاعو، جربوها. هنا نصبو دريها بالقرفة كل ونحطها في الثلاجة 4 أو 6 ساعات، يعني يفضل 5 أو 6 ساعات أحسن، وتقدموها بالصحة والراحة. إن شاء الله تكون الفيديو عجبكم، في وصفات أخرى إن شاء الله والكثير من وصفات الجميلة عندي نسجلهم ونحطهم لكم. وأقول لكم في أمان الله في وصفة من أخرى من وصفاتي. ولا ميتارت بريباري اي بيان فريش. بون ديغوستاسيون، ا بيانتو، في أمان الله.